دلوقتي حضرتك كنت بتستشهد بآيات من القرآن، احنا ايش عرفنا ان القرآن ده جاي من عند ربنا، واللي هو ما فيش يعني مثلا بني آدم هو اللي كتبها ولا حاجة، ما يكونش النبي يقصد هو اللي ألف القرآن مثلا. طيب شوف، خلينا الأول نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في مكة في بيئة صحراوية بعيدة عن الحضارات الكبيرة، مدينة بلد صغيرة جدا اسمها مكة في صحراء، من 1400 سنة لا نت ولا ثقافة ولا علوم ولا انتشار للمعرفة خالص 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 خالص. وبعدين اتولد أمي لا يقرأ ولا يكتب، وربنا أراد ده. وبعدين يتيم، ما فيش حد يقعد يعلمه ويتعب عليه، ده هما كانوا عمالين يشوفوا مين اللي هيربيه. ليه يا رب عملت كل ده؟ عشان ما حدش يسأل السؤال ده. ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يألفه. القرآن 30 جزء 600 صفحة، حوالي 77,000 كلمة، فيش غلطة؟ بيتكلم في القرآن، بيتكلم في التاريخ والقصص، وجايب قصص لإيه؟ لأنبياء تانيين في أديان أخرى. ما يطلعش حد لغاية النهاردة ويقول القصة دي مش صحيحة في القرآن. قصة أهل الكهف مش بتاعت مسلمين، بل بتاعت إيه؟ بتاعت الأديان السابقة. قصة مريم، أنا أعرف مسيحيين لغاية دلوقتي في مصر يقول لي أنا بحب أسمع سورة مريم في القرآن. مفيش غلطة؟ طيب، طب ده التاريخ. ندخل على حاجة تانية. القوانين، قانون الاجتماع، قانون القوانين اللي بتنظم حياة البشر. القرآن اتكلم في القانون. إيه ده؟ هو القرآن، هو النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في القصص والتاريخ، وكمان اتكلم في القوانين والميراث، لما حد يموت ازاي نوزع الفلوس؟ صعبة قوي دي. طيب مفيش حد يقول ده كلام ما ينفعش. نختلف، نقول لا مش هي دي احسن حاجة، دي احسن حاجة، بس في قانون قوي ازاي نورث بعض بعد الموت، قانون جنائي، قانون مدني. وبعدين اتكلم في التربية، تربية الاطفال وتعامل الازواج مع الزوجات. وبعدين اتكلم في روحانيات وازاي تصلي وتعبد وتقرب من ربنا، وبقالنا 1400 سنة بنعمل نفس الحاجات الإيمانية والعبادات اللي قالنا عليها. ازاي شخص يقدر يعمل الحاجات دي كلها؟ ازاي تقدر تعمل كتاب فيه كل الحاجات دي؟ وبعدين اتكلم عن الكون والأرض والنبات والسماء والسحاب ايه ده ايه ده ايه ده؟ واحد كتب كل الحاجات دي؟ عارفين الشطرنج؟ بيقولك اي حد بيلعب شطرنج مهما كان عبقري 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 يقدر يتخيل 3 لعبات لسه ما حصلوش، لكن ما يقدرش يتخيل اكتر من كده، ما يقدرش. انا هلعب فهو يلعب، يعني انا لعبت لعبة فتخيل ان انا لو لعبت دي هو هيلعب دي، فلما يلعب دي انا هم لاعب دي، فانا لو لعبت دي هو هيبقى لاعب دي، فاقوم انا لاعب دي، فهو ما يقدرش يعني بعد 3 حركات ما يقدرش يتخيل اكتر من كده. ازاي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يحط اللي هيحصل ويقول وهيحصل كذا، اللي هي ويوم القيامه وهيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، من 1400 سنه وهو عايش في الصحراء؟ لا يا جماعه، ما حدش يقدر يعمل الحاجات دي كلها الا لو كان ايه، مش هو اللي عامله، ده جاي من عند ربنا. وبعدين ليه ما طلعتش حد من العرب وقال على فكرة العربي اللي مكتوب به القرآن ده غلط؟ ده كمان خبير في اللغة العربية، ما فيش غلطة في اللغة العربية. وما حدش من الأديان الأخرى طلع وقال ده غلط. لا، ده في حتة كمان رهيبة، خلينا نطلع لكم، نعمل سيرش واحنا قاعدين. ادخل معايا كده، بص يا مصطفى، تعالى نكتب مستشار رئيس أمريكا الذي أسلم، هيقوم طلع لك مكتوب إيه؟ روبرت كرين. إيه بقى روبرت روبرت كرين؟ روبرت كرين دون بيقول لك إن قصة إسلامه، هو كان أكبر مستشاري الرئيس نيكسون رئيس أمريكا، وإن هو كان أستاذ القانون الدولي في هارفارد، وإنه هو كان من كبار الخبراء السياسيين ومؤسس مركز الحضارة في أمريكا وكبير مستشاري الرئيس نيكسون. عارف أسلم ليه؟
قال لك ما لقيتش حد كاتب في القوانين زي محمد منتهى العدل، وما حدش مقسم الميراث كل واحد ياخد قد ايه بطريقة دقيقة زي محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الكتاب ده ما ينفعش يكتبه بشر، الكتاب ده أكيد اللي كتبه اللي خلق البشر. لدرجة أن الراجل حتى لما قال أن الراجل بياخد أكتر من الست، شوفوا أن إحنا مسلمين الوقت بنقعد نخبط في الحكاية دي، قال لك ده في حالة واحدة، ده الراجل الأمريكاني قال لك ده في حالة واحدة، لو مات وعنده ولد وبنت الولد ياخد ضعف البنت عشان هو المسؤول عن الصرف، لكن لما هي هتتجوز واحد هتتجوز واحد واخد الضعف لبنت تانية فهو مسؤول يصرف عليها، فهو مش كل حاجة بالتساوي إنما بالتكامل. حد فاهم فاهمين أنا بقول إيه؟ قال لك وفي حالات تانية في القرآن الست بتاخد أكتر من الراجل، لو مات وله أم دي ما فيش حد يصرف عليها، وله إخوة فلأمه الثلث، تاخد التلت لوحدها وهما بقى يقسموا الباقي. إيه ده؟ يبقى فالراجل قالك لا 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 لا، كان سهل قوي على محمد يقول كله بالتساوي لو هو اللي كاتبه عشان ما يزعلش حد، لكن الطريقة اللي معمول بيها الميراث إن مين هيصرف على مين ومين ما فيش حد يصرف عليه، فلو ما فيش حد يصرف عليه ياخد أكتر الأم، لكن لو ولد وبنت إخوات هي حد طريقة. فاهمين؟ فبناء على هذا الكلام نتعلم ايه؟ بناء على هذا الكلام نتعلم ان يعني ما ينفعش بالعقل يكون هو اللي كتبه، ما يقدرش، كان هيبقى فيه اخطاء كتير جدا. تقوم الآية تيجي وتقول ايه؟ ولو كان من عند غير الله اللي هو ايه؟ القرآن، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعدين ازاي محمد صلى الله عليه وسلم يا آدم قدر يخفي مشاعره في حاجات القرآن اتكلم فيها وهو كان من مصلحة النبي انها ما تمشيش كده؟ زي ايه؟ حلو. النبي المنافقين اتهموا مرات النبي السيدة عائشة، اتهموها اتهام وحش قوي انها عملت الفاحشة. شوف الغل، يعني خبطوا اكتر حتة توجع النبي والصحابة، قالوا ده مراته كانت مع راجل تاني راجعين لوحدهم. وتألم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينزلش القرآن لمدة قد ايه؟ شهر، وهم عمالين ينهشوا في المسلمين والنبي. طب لو هو اللي كتب القرآن كان عمل ايه بعد 3 أيام؟ قال في قرآن نزل. فاهم يقول ايه؟ لا، بعد شهر نزل القرآن يبرئ السيدة عائشة، صورة اسمها صورة النور، وتقول هم اللي كذابين وهم اللي افتروا. طب ما كان ينزل ازاي قدر محمد صلى الله عليه وسلم يصبر شهر على الألم ده لغاية ما ينزل القرآن؟ يبقى القرآن ده من عند الله. حلوة الفكرة؟ طبعا. مين عنده سؤال؟